بخصوص جهاز السكر، طبعا كل بيت في غزة اللي عنده مريض بحتاج انه يكون متوفر عنده جهاز سكر لحتى يعمل قراءة للمريض من مرة لمرتين في اليوم على حسب طبيعة الحالة، خاصة للأطفال اللي ما عندهم المقدرة يعرفوا إذا كان عندهم أعراض جانبية حدثت لهم بسبب ارتفاع للسكر أو انخفاضه، فبالتالي لازم يتوفر الجهاز بشكل أساسي. قطاع غزة بعاني من مواضيع هذه بالنسبة لانتشار كتير عدد حالات من اللي هو أمراض السكر، فبالتالي قطاع غزة محتاج بشكل كبير لأجهزة، طبعا سعرها مش بالمتناول بالنسبة لمريض السكر، فعشان هيك مريض السكر لازم يتوفر عنده بالبيت بشكل رئيسي جدا اللي هو جهاز السكر.